بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قد أظلكم شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ الله عز وجل هذه الآيات الكريمات في فضل الصيام وشهر رمضان بالتقوى، وختمها بالتقوى. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يأتي شهر رمضان على أمتنا هذا العام ونحن أحوج شيء إلى التقوى، في وسط هذه الفتن المتكاثرة المظلمة التي تتقلب فيها القلوب في اليوم الواحد، بين إقبال وإدبار، بين اتخاذ موقف وضده ربما، بين
إفتاء بالوجوب وإفتاء بالتحريم، وبين الأمر لحظات فتن كقطع الليل المظلم، مع حصول التقوى يحصل النور في القلب. ولذلك فرصة عظيمة إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، أن نجتهد في أن نستقبل هذا الشهر بقلوب صافية مخلصة لله عز وجل، تريد قربه، لا تعمل للناس ولا تعبأ بهم، ماذا يقولون عنا، أراضون أم ساخطون، أيمدحون أم يذمون ويسبون ويلعنون، ليسوا هم الذين يحاسبون، إنما الله وحده لا شريك له هو الذي يحاسب العباد. فمن عامل ربه سبحانه وتعالى بتقواه وصدق مع الله عز وجل كان كيد الكائدين في ميزان حسناته، لا يضره بل ينفعه. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن يعمل لإصلاح قلبه ولو اتهمه الناس بأنواع التهم. قديما كان حب اتهام أهل الصلاح والتقوى متأصلا في بني الإنسان، إلا من هذب الله عز وجل، إلا من زكى الله عز وجل قلبه حتى خلصه من الحسد. وفي قصة جريج عابد بني إسرائيل رأيت كيف يحبون أن يزل ويغوى، عندما قالت البغي من بغايا بني إسرائيل التي وتمثل بحسنها، أتحبون أن أغوي؟ قالوا نعم. فعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من رعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، فحملت مكنت نفسها فحملت منه. ثم بعد 9 أشهر أتت بني إسرائيل ذوي القلوب الممتلئة بالحقد والحسد، فقالت هذا من جريج، عندما عجزت أن يزل اتهمته بالبهتان والزور والباطل. والقلوب المملوءة بالحقد والحسد لا تلتفت، لأن العداوة في القلب إذا حصلت أعمت، نعوذ بالله من ذلك. فانطلقوا يهدمون صومعته، هدموا صومعته قبل أن يسألوه، قبل أن يحققوا، قبل أن يتثبتوا بالبينات. وما أكثر ما يحصل اليوم في هذه الفتن، ونحن نحتاج إلى تقوى في هذا الباب. إياكم والشائعات وهذه الوسائل المعاصرة من الاتصال والتواصل الاجتماعي التي تمتلئ بأنواع الأكاذيب وقلب الحقائق وانعدام البينات، فتتغير القلوب وتفتن النفوس، نسأل الله العافية. البينات عباد الله، لا شك هناك كفر ونفاق وظلم وفسوق وعدوان، لكن لنكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لسنا الذين نحاسب، لا يجوز لنا أن نعامل الناس إلا بالبينات. تثبت قبل أن تنقل، كم هائل من الشائعات ينتشر هنا وهناك، يرجف المؤمنين، يدفع الكثيرين إلى الانتحار قفزا كمثال من الدور 20، لأن زلزالا سيقع غدا. يقولون هذه البناية ستقع غدا بزلزال يدمرها، اقفزوا منها الآن، نسأل الله العافية. ينتحر الكثيرون حين لا يراعون مصلحة مجتمعهم وأمتهم، حين لا يراعون ما رعاه الشرع في أمر الدماء، لا يتقون الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الخطير. تقوى الله سبحانه وتعالى التي
الصيام من أعظم أسبابها، توقظ في القلب تعظيم حرمات الله، وتوقظ في القلب الموازين الشرعية التي توزن بها الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد، وتنبه الإنسان على ما ينبغي عمله في سلم أولوياته، وما يقدر عليه وما يعجز عنه. وكم من مآسي مرت بأمة الإسلام وكان علاجها الصبر، وكان من ذلك ما لاقاه المهاجرون قبل هجرتهم في مكة. المسلمون الأوائل تعرضوا لأنواع من المحن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يكن بيده صلى الله عليه وسلم أن يدفع، وعندما تمكن أبو بكر من اعتاق بعضهم فعل ذلك. فلنبذل كل ما في وسعنا لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. وأتعجب كثيرا من موقف الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الذي جعله الله عز وجل أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه ثقة فيه، رجل تستحي منه الملائكة. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ألبسك الله قميصا فأرادوا أن تخلعه فلا تخلعه. ومع ذلك، مع أن الغوغاء والثوار المجرمون الظالمون المعتدون الذين لم يعرفوا حرمة الشيخ ولا فضائله وسبقه وإحسانه وعدله، وأرادوا أن يحملوه كل أخطاء الدولة المتسعة التي لا يستطيع بشر أن يتحملوا مثل ذلك، فأرادوا قتله. لكن كان موقفه العجيب، يأتيه الأنصار فيقولون: لو شئت يا أمير المؤمنين كنا أنصار الله مرتين. فيعزم عليهم أن ينصرفوا. يأتي أبناء أهل البيت، يرسل علي رضي الله عنه الحسن والحسين، ويرسل ويأتي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في عدد من شباب الصحابة الذين يستطيعون القتال، وكذلك المهاجرون رضي الله عنهم يأتون عثمان، وهو يعزم على كل أحد يرى على نفسه الطاعة لعثمان أن ينصرف، حتى لا يسفك فيه دم. دم من؟ دم هؤلاء الثوار المجرمين الذين ظلموه واعتدوا عليه وأرادوا أن يخلع نفسه من غير سبب يقتضي ذلك، أرادوا أن يحملوه ما لا يحتمله، وهم يستحقون أن يقاتلوا. ومع ذلك فالحرص على تعظيم أمر الدماء، ولو أن يقتل هو مظلوما. أتعجب من هذه الموازين، موازين غابت عن الكثيرين في موازين المصالح والمفاسد. خلافة راشدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عظيم، وإقامة للشرع، وسياسة للدنيا بالدين، ورخاء وسعة لم ير الناس مثله قبل ذلك، وكانت هذه سبب فتنتهم. وهو رضي الله عنه يحذرهم من أنهم لو قتلوه لم يجتمعوا بعده أبدا. وسبحان الله، قد كان الدم دائما يأتي من يزيد من الدم، والبعض تختل عنده الموازين، حتى لربما يقبل تدمير البلاد بأسرها وتخريبها وانقسام أهلها بما يمكن الأعداء منها قطعا. فأي أمة من الأمم تنقسم هذا الانقسام ثم تقوم لها قائمة؟ وأي قائد مهما بلغت حكمته وقدرته يستطيع أن يقود أمة بهذا الانقسام؟ يفتح الله عز وجل على يديه. ألم يتولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر المسلمين بعد قتل عثمان؟ ونعم ما فعل، وكان
بعض من شارك في هذه الثورة ضد عثمان في جيش علي رضي الله عنه، ولكن لم تجتمع الكلمة، وعوقب المسلمون بفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. سبحان الله، كلهم أهل سنة وجماعة، ومع ذلك اقتتلوا، وحصل الاقتتال في الجمل وصفين من أبناء العمومة والصحبة القديمة، والكل مبشر بالجنة، والشائعات أساس وقوع الفتنة، وأكاذيب المرجفين أساس وقوع الفتنة، وعدم التثبت من الأخبار مع الصلاح، وظن أن كل من يخبرك صادق بما فيما يخبرك فيه دون أن يحصل التثبت. سمعت وقيل لي وقرأت ونحو ذلك، ورسائل مكذوبة توقع بين الصحابة رضي الله عنهم، موازين الدماء في عظم حرمتها ميزان خطير. الله عز وجل قد بين خطر الدماء: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الفتن يكثر التأويل، وفي الفتن يكثر اختلاف الناس في ميزان المصالح والمفاسد، ولا ينبغي لمن ليس عنده علم شرعي وحس في قلبه بموازين الشريعة العظيمة فيما يقدم وفيما يؤخر، فيما يعظم وفيما يكون أقل من ذلك. من لم يكن كذلك لم يترك له الأمر. والعجب في زماننا أن الصغار ومن على أحسن أحواله أن يكون مبتدئا في طلب العلم هو الذي يختار الرأي ويضغط على من فوقه، وربما اضطر بعض من ينتسب إلى العلم إلى فتاوى يندم عليها بعد ذلك ويرجع عنها بعد ذلك، ويعرف مدى خطرها ومدى أثرها السيء في الأمة وما تؤدي إلى سفك دماء وانتهاك حرمات، وقبل ذلك وبعده تخريب مجتمع وانهيار دولة يريد الأعداء لها أن تنهار، لأن الحروب المعاصرة الحديثة ليست بهجوم الجيوش إلا بعد تدمير المجتمعات. ولذا كان تخريب العقائد من خلال فرق الضلال التي تكفر المجتمع كالخوارج والروافض، فالروافض يكفرون أهل السنة ويستحلون منهم ما لا يستحلون من اليهود والنصارى، يعاملونهم أسوأ المعاملة، والخوارج الذين يكفرون الناس. نعم، وإن كانوا متأولين لكن تأويل لا ينفعهم، أعني قد يمنع تكفيرهم وخروجهم من الملة، ولكن لا ينفعهم عند الله. فالخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، نعوذ بالله من ذلك. ولا بد أن نحذر من الخلط بين مجرد، ولا أعني أن ذلك هين، لكنه فرق بين أن يخرج الناس على الحكام وأن يقاتلونهم وأن يقاتلوهم، وبين أن يكفروا المسلمين فيقتلونهم على ذلك. فقد قاتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعبد الله بن عمرو ومن معهم من فضلاء من الصحابة والتابعين، قاتلوا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل أهل الأرض في زمنه بلا نزاع، وهو المؤهل لقيادة الأمة بلا شك. ولكن إذا وقع الدم، إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يزيد وقد ينقص، فلا نكون من الذين يزيدون في هذه المآسي الخطيرة. قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وما كانوا خوارج،
وأرادوا خلعه، ومع ذلك لم يكونوا خوارج. الخلط في هذه المسألة عند كثير من العلماء المعاصرين، أو أقول ممن ينتسب إلى العلم أو الدعوة، خلط خطير. قديما قالوه على من يخالف الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ولا يطبقون الشريعة، وجعلوا من يخرج عنهم بمجرد الكلمة والنصح بوجوب الحكم بما أنزل الله، وليس هذا في الحقيقة خروجا، لأنه إنما الخروج بالقتال. جعلوا ذلك كله وصفا لمن فعل ذلك بأنه من الخوارج، وليس كذلك. فإن قتال الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله داخل في القاعدة الكلية من مراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز، كما قال إمام الحرمين رحمه الله: إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي رحمه الله: وذلك الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم. هذا الذي نقصده، أن الباب باب مصلحة ومفسدة، الأمور إذا اختلطت لا بد من دفع أعظم المفسدتين وجلب أكبر المصلحتين، ولكن توزن المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. تحتمل أدنى المفسدتين وهي مفسدة، لو أنك نظرت إليها مجردة لجزمت بأنها مفسدة ومحرمة. وكذلك تفوت مصلحة أحيانا من الواجبات لو أنها كانت منفردة، لكن حينما تقترن بفوات مصلحة أكبر تترك المصلحة الأدنى ونأتي المصلحة الأعظم. كيف توزن موازين المصالح والمفاسد؟ كيف نعرف ما هو أعظم وما هو أقل، ما هو أشد فسادا وما هو أقل؟ ذلك يحتاج إلى تضلع بأدلة الشرع وسلوك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعرفة بفقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بصيرة وإخلاص. لا يعبأ الإنسان بالناس، لا يعمل من أجلهم ولا يعمل من أجل الدنيا، من أجل منصب زائل، من أجل رغبة في العلو أو رغبة في الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويحتاج مع ذلك إلى تشاور مع أهل العلم والتثبت في نقل الأخبار، فإن العلم بالشرع دون علم بالواقع كما يحدث من الكثيرين من مشايخ ينتسبون إلى العلم وهم بعيدون عن واقع معين، ومع ذلك يفتون فيه بمجرد سماعهم لأخبار إذا سألت وتثبت وبحثت وجدت أنهم نقلت إليهم دون تثبت. العلم بالواقع وما يفعله الناس حتى تطبق الشرع على واقع ينطبق على هذه تنطبق عليه الآيات والأحاديث والأدلة، وليس أن تطبق أدلة على واقع مختلف فيكون تطبيقا خاطئا، ويكون في ذلك من الظلم والفساد ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا وما زلنا نقول إن أمر الدماء أمر عظيم، وقول خير ابني آدم عندما قال لأخيه الذي قال لا أقتلنك، قال: إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ألم يكن ابن آدم القاتل مجرما كمفسدا؟ كان كذلك، ومع ذلك كان القتيل خير ابني آدم يقول: إني أخاف الله رب العالمين،
في دم هذا المفسد المعتدي، يخاف الله رب العالمين في دم أخيه الذي يعتدي عليه. في أزمنة الفتن بين المسلمين تعظم هذه المحن، ونحتاج كثيرا إلى أن نصبر ولو اعتدي علينا بعض الاعتداء، وليس من أجل أن ندفع اعتداء متوقعا نبدأ نحن بالاعتداء ونبدأ بسفك الدماء، نعوذ بالله من ذلك، بل لا نرد هو الأصل رغم أنه يعتدى علينا. أليس هذا جبنا؟ أليس هذا تضيعا للواجب؟ هل قام الواجب أصلا؟ هل قامت الشريعة التي من أجلها يقاتل المسلم لإعلاء كلمة الله؟ إذا كانت كذلك وفرضت واقعا وليس مجرد أماني في المستقبل، فالأماني ما زالت موجودة عند الجميع، وإنما الوسيلة إلى تحقيقها والوصول إلى هذه الأهداف والغايات النبيلة لا بد أن تكون شرعية. ليس جبنا أن أمتنع من سفك دماء المسلمين، لذلك كان الخطر الأكبر في التكفير الذي يريد أن يستريح من ضغط نفسي بسبب الأدلة القاضية بحرمة دماء المسلمين والمعاهدين، فيقول بل هؤلاء كفار وكذلك ناقضون للعهود جميعا دون تثبت ودون تحرير لمن فعل ذلك. وإذا اشتبه الأمر فالأصل مراعاة أمر الدماء. لماذا تنازل الحسن رضي الله عنه وهو بلا نزاع أيضا أفضل من معاوية رضي الله عنه؟ الحسن من المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يكفيه شرفا أن جده محمد صلى الله عليه وسلم، عقل راجح، قدرة على القيادة، أمه فاطمة، أبوه علي، معه كتائب كأمثال الجبال، وليس مجرد أعداد محدودة تقاوم ملايين. أظهروا سخطهم وغضبهم، بل واجه معاوية بكتائب أمثال الجبال. ومعاوية رضي الله عنه حرصه على مصلحة المسلمين جعلته يقول لعمرو بن العاص: لو قتلنا هؤلاء من يقوم للإسلام وأهله؟ تصور لو أن هؤلاء قد قتلوا، هل يمكن أن تقوم للأمة قائمة؟ فكر في ذلك، خصوصا مع شدة العداوة من طوائف لا تحصيها لم تستطع أن تكتسب ودها بعد أن كانت واثقة فيك، بعد أن كانت هي التي تعطيك تأييدها وصوتها وتستجيب لك، أصبحت تسبك وتلعنك، ولا بد أن تحتمل وأن تسعى في المصالحة من جديد، تسعى في كسب الثقة. لا أعني شخصا بعينه، ولكن أعني أهل العمل الإسلامي كله، لا بد أن يبذلوا كل جهد في أن يكتسبوا ثقة الناس، وهم بإذن الله قادرون. بعد أن كان خطاب من يكفر الناس وينفقهم يحكم عليهم بالنفاق ويهددهم بسفك دمائهم وسحق رؤوسهم ويعتبرهم جميعا غوغاء وفلولا ومرتشين وكفارا ونصارى، دون أن يرعى أن هناك من خرج ليطلب حاجته التي لم توفر له وهي حقه. نعم هناك من يحارب في إيقاع هذا الأمر ولا شك في ذلك، ولكن القائد الحكيم هو الذي يستطيع أن يقود الأمة في وسط الصراعات وليس فقط في وسط التوافقات. الذي يستطيع أن يقود الأمة رغم كثرة الأعداء يستطيع أن يقسمهم، يبعدهم، يفرقهم، ولو تحمل أن يعطي البعض شيئا من الدنيا من أجل أن يفرق جماعة المجتمعين على العداوة، لا أن يستعدي القريب والبعيد وأن يفقد الثقة التي أولاها له المجموع. لذلك نقول قابل الحسن رضي الله عنه معاوية بكتائب أمثال الجبال، معاوية أن يراسله في الصلح من أجل ماذا؟ من أجل أنه حتى لو تمكن من قتل هؤلاء كيف تقوم الأمة بعد ذلك؟
أتقوم أمة منقسمة هذا الانقسام؟ والنفوس إذا قتلت بهذه الآلاف، فضلا أن تكون عشرات، والبعض يقول لا مانع عندنا أن نقدم الملايين. عجبا والله، هذه سوريا عدد من قتل بها فوق 100,000، وأنتم تقولون ملايين. أي أمر هذا الذي تقولون؟ ماذا يبقى في المجتمع من نفوس سوية تستطيع أن تضع أيديها في أيدي بعضها لبناء الأمة بعد هذا القتل الذريع؟ تعلمون بعض البلاد في ليبيا بعد أحداثها الخطيرة ما زال لا يمكن للبعض أن يعود إلى دياره كمجموع. قلت لمن يحدثني في طائفة من الناس، سأذكر فقط قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قالوا: لو ذكرت أمر العفو لانفض الناس عنك، ولما سمعوا ولا كلمة، وأبوا أن أعرض ما هو في القرآن. أقول لهم: هذا في القرآن، كلام الله في القتل العمد، ومع ذلك الدماء كثيرة، وإذا كان معها أعراض زاد الأمر خطرا، وإذا كان معها تدمير أو أموال واقتحام بيوت زاد الأمر سوءا. ماذا يبقى للأمة بعد أن تنقسم هذا الانقسام؟ فكروا جيدا في الغد، إلى أين نسير؟ وهل نستطيع أن نقود كل هؤلاء الكارهين لو انتصرنا حتى عليهم وقهرناهم؟ الأمور لا تسير إلا بحب، المجتمعات لا تقوم على العداء والكراهية بهذه الطريقة، ونحن قد حصل منا كمجموع لا كأفراد، وليس كل الفصائل بدرجة واحدة، لكن حصل تقصير أدى إلى ما تعانون منه إخوة الإسلام في الطرقات وفي المواصلات عندما تسمعون أنواع الأذى بسبب ما حدث. لذلك نقول: ترك الحسن بن علي بمجرد مراسلة معاوية له في الصلح تنازل، مع أنه الخليفة الراشد الخامس. بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأربعة الخلفاء الراشدون عمر خلافتهم 29 سنة ونصف، وأما 6 أشهر خلافة الحسن ابن علي الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه، تنازل عنها إلى ملك، تكون ملكا عاضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ترك الخلافة إلى الملك العاض لأجل ألا ينقسم المجتمع هذا الانقسام. الخطر في من يجعل المجتمع مجتمعا جاهليا كافرا، أو عامة أفراده تجروا على التكفير للمخالف حتى من أهل السنة ومن أهل العلم والدعوة، يتهمون بالخيانة ظلما وزورا، ويتهمون بالكفر والنفاق جرأة والله على الحق، جرأة عن يتهم الناس في المقاصد والنيات بهتانا، لم يعرفوا، لم يجلسوا، لم يشهدوا، لم يسمعوا، لم يروا، ويدعون هناك المؤامرات والأموال التي تدفع والمناصب التي تؤخذ، وكل ذلك لم يقع بحمد الله تبارك وتعالى. ولكن أتعجب من الجرأة على الدماء والتكفير. لذلك هذا خطر عظيم لا بد أن نحذر منه، ولا نسلم قيادنا لمن يقودنا إلى هوية. لو أن الصراع كان مع كفار محض، كفار بلا نزاع، وموازين القوى بهذه الطريقة، لا يجوز الدخول في معركة يهلك فيها الناس بلا إعلاء لكلمة الله ولا حتى نكاية، لأنها نكاية في الحقيقة لا تثمر إلا ذلة المسلمين. لو وقعت
ومزيد من الكراهية في قلوب الناس. فكيف والموازنة لا تصل إلى 1 إلى 100، بل ربما 1 إلى 1000. لو كانوا كفارا محضا بلا تردد لما جاز الدخول، كما أمرنا الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا مع الكفار. ولذلك قال الأئمة: يكره الغزو مع الأمير الذي علم بتضييع المسلمين. وقالوا ونصوا على ذلك: إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين، وعلم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، لما جاز القتال ووجب الانصراف إجماعا. نقله ابن جزي الغرناطي، ونقله الإمام الجويني، وعنه النووي رحمه الله نقل هذه المسألة، وغيرهم من أهل العلم ذكروا ذلك. فهم متفقون على جواز الصلح لمصلحة المسلمين، مع أن الصلح يتضمن إقرار الكفار مدة من الزمن على أرض بأيديهم، وربما على أموال ربما تدفع لهم في بعض الأحيان. إذا كان الأمر مع كفار وكانت هذه الموازنات تقتضي في الحس والحسابات الظاهرة ذلك، فكيف إذا كان مع مسلمين؟ يكون من كفرهم آثما إثم من قتلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حار عليه رجع عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله، وقال: من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. ودعاوى التكفير تنتشر، وممن؟ من سفهاء لا علم لهم ولا ضبط عندهم ولا يعرفون عقيدة أهل السنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف مع أن هذه المواجهة ظالمة تضر الدعوة أعظم ضرر، تفقد الثقة الباقية في قلوب الناس الذين بقيت لهم بعض الثقة في بعض الفصائل الإسلامية التي لم تحث على سفك الدماء ولا تكفير المجتمع. عباد الله، رمضان قادم يحتاج إلى تقوى ويؤدي إلى تقوى. الصيام كتب علينا لأجل التقوى، فلنتق الله سبحانه بإصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، ولا تعبأوا بالناس، وأكثروا من الدعاء، نسأل الله أن يفرج كروباتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا إذا كان مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه. هل يكون النهي عن الفساد في الأرض إسلاما للمسلم لأعدائه؟ يريد مسلم أن يقع في حفرة من النار بما يريد من سفك الدماء، وقد أعلن ذلك وأعد العدة لذلك وأعد له مخالفوه مثل ذلك، وهم مجرمون، نعم، الذين يرفعون السلاح ويحملونه. ولكن لا بد أن ننظر، فعندما نمنع من سفك الدماء فهذه نصرة للمسلمين جميعا. وتعلمون أن القتال تسفك فيه دماء أبرياء لا يحملون سلاحا ولا دخل لهم بالقضية، مار يمر تأتيه رصاصة من هنا أو هناك يقتل. إذا كان الأمر أوسع سفك الدماء أكثر. لذلك منع الناس من هذا الأمر نصرة لهم، ليس إسلاما ولا خذلانا. ثم علينا النصح للجميع، للحاكم والمحكوم،
للقادر وغير القادر، للمتمكن والضعيف. أن اتقوا الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم. إياكم أن تضطهدوا أصحاب السمت الإسلامي وهم يظهرون استجابة لهذا ويؤكدون أنه إن حدثت تجاوزات فأخبرونا بها نوقفها، لا نريد عداء مع أهل الإسلام، مع أهل العمل الإسلامي، لا نملك غير ذلك، لا نملك إلا أن نقبل مثل هذا. ليس عندنا بعد أن فقدنا كثيرا من ثقة الناس وحبهم، ليس عندنا إلا أن نقبل، وقد قبلنا قبل ذلك ممن ينتمي إلينا عهودا لم يوفى بها. فلنبحث عن وسائل تعيد الثقة والمصالحة مع المجتمع تجعل لنا وزنا يرغم الآخرين على الوفاء بالعهود وعلى أن يلتزموا بما أقروا به من المحافظة على هوية الأمة والمحافظة على مرجعية الشريعة الإسلامية حتى أقر بها المسلم والكافر والمنافق بحمد الله تبارك وتعالى. فلنسعى إلى أن نكون في وسط أهلنا ومجتمعنا، عندما نكون كذلك فإنهم سيحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على انتهاك حرمة أخ أو أخت. لكن لا نريد أن نجعل من عندنا أسبابا لاستفزاز الناس بزعم أن نريد الدفع أو نصرة المسلم الذي لا نريد أن نسلمه لأعدائه. فليقبل نصيحتنا وليكف سلاحه، فإن هذا هو المطلب الوحيد، وهو سلاح لا يواجه أضعاف أضعاف قوته، سلاح لن يدفع به في الحقيقة، في حقيقة الأمر لن يدفع به. نقول المطلب الوحيد كف السلاح، ولو تكلم بما تكلم به لكن لا يرفع السلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. إخوة الإسلام، يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله، فلنوصي أنفسنا بتقوى الله. ورمضان شهر عظيم مبارك، ينبغي أن ننشغل فيه بعبادة الله وذكره، وأن ننشغل فيه بدعوة الناس إلى الحق، وأن ننشغل فيه بخدمة المسلمين، فحالهم أنتم أعلم به في كرب وشدة، وأحوالهم متوقفة، وإنتاجهم متوقف، مصانعهم وتجارتهم وحاجاتهم، هم في حاجة إلى من يعين فقيرهم، إلى من يعين أرملتهم ويتيمهم، إلى من يشعر بهم، يمسح على رأس اليتيم ويقف مع المسكين. لا نستثير عداوة هؤلاء وهؤلاء، نريد أن نكون في وسط أهلنا معاونين لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان شهر القرآن، أكثر من مدرسة القرآن، لأنه إذا استقر في القلوب تكونت الموازين الصحيحة بين الخير والشر والمصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. نسأل الله أن يعافي الأمة من كل بلاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخاء وصدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم أهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.